المرأة البحرانية دفعت ثمناً باهظاً لمشاركتها في الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالتغيير والتي اجتاحت البلاد في العام 2011 وفشل النظام في وأدها ولحد اليوم. فالمرأة نالت قسطاً وافراً من همجية وقسوة نظام عائلة آل خليفة المتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية، بل وحتى من التقاليد العربية الأصيلة التي تحفظ مكانة المرأة وتحافظ على حرمتها. أقول لا يستحل أطلق على النسوان، طلق يضربني على أبي. إذا معنا الخليفيون في انتهاك حرمة البحرانيات قتلاً وسجناً وتعذيباً وانتهاكاً للكرامات. آخر ضحايا هذا النظام المعتقلة طيبة إسماعيل التي تقضي حكماً ظالماً بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة الطاغية حمد الخليفة. سجينة الرأي إسماعيل زج بها النظام في سجن يضم معتقلات جنائيات، وتعرضت فيه يوم أمس الأحد إلى اعتداء بآلة حادة مما تطلب نقلها إلى المستشفى. المعتقلة الأخرى وهي طيبة درويش، وهي أم لخمسة أطفال وتقضي حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة إيواء مطلوبين، تتعرض في السجن إلى التهديد بالقتل، فيما تعرضت الناشطة معصومة السيد إلى الضرب والارتطام بالجدار، وهي تقضي حكماً بالسجن لمدة 6 شهور بتهمة التجمهر. هذا النظام الذي يمتهن كرامة البحرانيات بانسلاخه عن القيم الإنسانية يثبت مرة أخرى بأنه غير مؤهل لقيادة هذا الشعب، وأن ساعة رحيله قد حانت. وأما مراهنته على عمالته للقوى الأجنبية فلن تحميه من السقوط الحتمي على يد هذا الشعب وإن أطالت في عمره قليلاً.